اختطاف السيد عصام الشابي، شيمة عيسى، واليوم اختطاف ذلك السيد عز الدين الحازقي، في تواصل اختطاف الرموز المعارضة في الحقيقة. إلى أين تمضي تونس؟ أولا هذه الاعتقالات تمت والتفتيشات التي رافقتها للبيوت تمت بدون إذن من النيابة العمومية، وبالتالي كانت عمليات غير قانونية، ولذلك تنعت بكونها عمليات خطف لا تستند إلى أي إجراء أو مسطرة قانونية. الأمر الثاني هو تواتر هذه الإيقافات أو الاعتقالات، لأنه تقريبا كل يوم هناك عدد من المناضلين والمناضلات والشخصيات الوطنية التي يتم اعتقالها بدون تقديم أي سبب عدا التهمة الرجراجة، التهمة يعني كيفاش نسميوها، التهمة الكاذبة حول التآمر على أمن الدولة. عندما نقول تآمر على أمن الدولة هناك أركان لهذا التآمر، فأن يكون هناك عسكريون مثلا، أن يجتمعوا خلسة، أن تكون لديهم مخططات لتحريك قوات، سواء قوات حاملة للسلاح، سواء قوات أمنية أو قوات عسكرية. ليس هناك أي شيء من ذلك في الملفات التي تتعلق بالمعتقلين والمعتقلات في الأيام الأخيرة، ولذلك فإن العملية هي عملية خارج القانون كما قلت، وتعبر عن ضيق الحكم بالرأي المخالف، بالرأي السياسي المعارض، ونلاحظ ذلك خاصة في محاولة تجفيف المنابع الإعلامية من خلال التحقيق مع مدير إذاعة موزاييك فام حول الخطة، حول الخط التحريري. نعم. يعني تدخل واضح في المسار التي تسير عليه كل وسيلة إعلام. ولاحظنا أنه بعد اعتقال مدير موزاييك كل تقريبا وسائل الإعلام التونسية، أقول تقريبا، نزلت سقف الانتقاد إلى أدنى درجات، وألغت حتى بعض البرامج من أجل أن يسود الصوت الواحد والرأي الواحد والموقف الواحد. هذه هي الأجواء التي في إطارها تتتالى الإيقافات والاعتقالات بشكل يعبر عن ضيق السلطة بهذه الآراء وإن كانت سلمية. في الحقيقة ما يؤاخذ عليه الأستاذ عصام الشابي كما أشرت، الذي اعتقل أمس وإلى اليوم لا نعرف شيئا عنه، ولم يسمح لمحاميه بأن يزوروه باعتبار أن هناك مدة قانونية معينة تنقضي بعد الإيقاف، ثم بعد ذلك يسمح للمحامين بسماع قانون الإرهاب. نعم، حضور السماع. فبقطع النظر عن كل ذلك، يعتبر سجن شخصيات من وزن وقامة عصام الشابي المعروف بنضاله الطويل منذ عهد الرئيس بورقيبة إلى بن علي إلى ما بعد بن علي، وكان دائما ثابتا صامتا وصامدا في مواقفه. عصام الشابي يعني تزاملت معه في زنزانة في السجن في 1986، كنا في ذلك الوقت قد أسسنا حزبا اسمه تجمع الاشتراكي التقدمي الذي أصبح فيما بعد الحزب الديمقراطي التقدمي، وحكمنا من أجل ذلك وادخلنا للسجن. فهو مناضل ثابت، مناضل له رؤيته لدوره ولدور المعارضة والنخب عادة عامة في مجتمعاتها، ولذلك يعتبر هذا استفزاز للنخبة السياسية. أعتقد أنه هو أرفع منصب بين المعتقلين الآن في هذه الحملة الانتخابية باعتباره أمين عام حزب قانوني وتاريخي. فلذلك يعني هذه المؤشرات تدل على أن السلطة ماضية في سياسة القمع، والقمع المنهجي والشامل من أجل مؤشرات على مضي السلطة في الرؤية وفي نعم مؤشرات على مضي السلطة في القمع محاولة معالجة الصوت.